السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الحمد لله المنتخب الوطني يعني لعب واحد الماتش اللي هو قوي كما تعرفوا. الفريق ديال الكابون يعني كان قوي كثير اكثر من المنتخب الوطني. هناك كاين واحد الاخطاء يعني تقنيه اللي خاصهم خاص يدرك لها يعني المدرب بحال الدفاع والهجوم اللي عندنا شويه يعني ناقص. كانوا يعني واحد الاهداف يعني اللي ديال المنتخب الكابون يعني كانت الهدف الاول ولا الثاني حتى هو بجوج من اخطاء الدفاعيه. المنتخب المغربي يعني لعب يعني بواحد القوه يعني كما تشوفوا حكيمي يعني سجل واحد الهدف الثاني اللي كان يعني فرح المغاربه كاملين يعني. لا هذاك الهدف يعني لا هدف جميل يعني هو اللي فرح المغاربه كاملين يعني هدف التعادل اللي داروا حكيمي الله يرضي عليه. بالنسبه لهذه المقابله يعني والمقابلات اللي قبل منهم يعني كان المنتخب الوطني يعني ماشي هذاك اللي كيف ما تنعرفوه مع المدرب السابق ايفي رونار اللي كان يعني كان تاكتيك زوين يعني كان تيلعبوا يعني ثلاثيات كانوا تيحركوا الكره من الدفاع حتى الهجوم حتى الاهداف يعني نتشوفوا من الدفاع حتى الهجوم يعني شويه ما كاينش خط الوسط يعني اللي تيحركوا مع الكره ما تيدوروش الكره يعني. تنتمناو باش يغيروا هذا اللعب وان شاء الله نجيبوا هذه الكاس تكون ديال المغرب. كيجيك الاداء انت اللاعب اللي صار اللي غيكثر عليه القلق اليوم الشكل؟ ما بالنسبه لا بالنسبه للشكل ما غاديش نلوموه يعني كجميع اللاعبين يعني ما غاديش يتلم 100% يعني راه هذا لاعب يعني راه ما تكين فيه مره رابح مره خاسر. حنا تنشوفوا غير الواحد اللي تيخسرها ما تنشوفوش الواحد اللي تيهدفها وهذا فاش يكون لاعب شكله يعني وتيماركي بيوتها وتيجيب حوايج اخرين يعني راه ما تنفرحوش يعني. حنا هذا السيد يعني ما غاديش نحاولوا نطيحوا ليه المعنويات ديالو. تنتمنوا يتغير الاداء ديالو ويكون يعني اداء جميل ثاني لان المنتخب كيف ما تتعرفوا راه باقي غير شبان يعني ماشي لاعبين يعني محترفين كثار يعني كاين قليل فيهم اللي محترفين وكاين الناس اللي شبان تما. بهذا الاداء يعني الماتش الاول والثاني والثالث يعني تنتمنى يكون شي تغيير يعني في التكتيك ديال اللعب باش ناخذوا هذا الكان. وحنا تنطمحوا كمغاربه يعني باش يكون هذا الكان ان شاء الله كاس افريقيا تكون في المغرب تجي ان شاء الله. يعني انت كمتتبع لهذه البطوله هذه واش بان لك ان المستويات الفرق الاخرى واش بجينا كنبعدوا على الكاس ولا شخصيه البطل كتبان شكون الفريق اللي كتبان فيه؟ الحمد لله اليوم يعني فائزين يعني في المجموعه. حنا في الدور يعني حنا في المجموعه حنا الاولين يعني لما لا غادي نكونوا حنا جايبين الكان. حتى الفرق الاخرين يعني راه ماشي شي فرق يعني اللي قويه كما تشوفوا المنتخب الجزائري اللي خدا كاس العرب وهو دابا خسر بطل النسخه السابقه وبطل كاس العرب يعني وهو الحين يعني هو في امحان ديالو يعني هو باقي لي ماتش واش يدوز ولا ما يدوز يعني. تشوف فرق بحال غانا يعني الفريق غاني يعني اللي متعودين عليه يعني يعني من الاولين يعني هو انسحب من المجموعه. هذا هو هذه كره القدم. الرسالة ديالي نوجه للاعبين تبارك الله عليكم وتنتمنى لكم التوفيق ان شاء الله وتنتمنى هذه رسالة للجامعة الوطنية لكرة القدم باش تكون دير مدربين مغاربة لان المدربين المغاربة تيكون واحد التفاهم بيناتهم وخيرنا ما يدي غيرنا. اشترك الان في قناة اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.